هذا وتشارك وفود عالمية من مختلف بلدان العالم في تغطية فعاليات ملتقى البحرين للحوار والزيارة التاريخية لتنقل من خلالها كافة الجهود التي تقوم بها البحرين في تعزيز مفهوم السلام على مستوى العالم. الإعلاميون المتابعون لجلسات الحوار والزيارة التاريخية لفتوا إلى أن مملكة البحرين أصبحت نموذجا يحتذى به في تعزيز مفهوم السلام. منذ الإعلان عن الزيارة التاريخية لقداسة باب الفاتيكان ونظرات وسائل الإعلام تترقب تغطية هذه الزيارة الذي ينظر العالم لأهميتها لكونها سترسم طريقا نحو تعزيز القيم الإنسانية بين مختلف الأديان والطوائف. يشرفني جدا حضوري هذا الملتقى الهام، ملتقى البحرين للحوار. أولا هذا الملتقى يؤسس لفكرة التعايش السلمي بين الطوائف الدينية والطوائف الإثنية المختلفة، لأنه يأتي برجال الدين والمنظمات الدينية مع المسؤولين الحكوميين أو المسؤولين في الدولة من الدول العربية الإسلامية ومن الدول الأوروبية، وهو في حد ذاته الأول من نوعه. وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء على مجريات ملتقى الحوار وما خرج منه بالتوافق على جملة من التوافقات التي تؤكد على المبادئ الإنسانية وقيم التعايش. أنا قاعدة في المدرج بتابع الأحداث، كمية الصحفيين اللي موجودين من كل الأجناس، هم قاعدين مبهورين. الفرحة اللي في عيون الناس اللي هي شايفة الاستقبال دوت فرحة فوق التصور، يعني بصراحة هو حدث جميل قوي، حدث جلل، يعني عارفة حاجة جميلة جدا، حب الناس كل الأطياف. هذا ولم تغفل وسائل الإعلام عن تغطية الملتقى الذي احتضنته مملكة البحرين على أرضها وجمعت من خلاله كل من سينادي ويتحدث بلغة واحدة وهي لغة الحوار والسلام والدعوة إلى التعايش السلمي. وفود إعلامية من مختلف القنوات والوكالات والصحف العالمية جاءت إلى مملكة البحرين لتشارك في تغطية هذا الحدث الكبير الذي جمع الشرق بالغرب، حيث أجمعوا على أن هذه الزيارة التاريخية تؤكد على أن البحرين كانت وما زالت مرآة للسلام والتعايش. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.